كابتن عمر، لو جينا بصينا على ارقام الفريقين هتلاقي ان هم قريبين قوي في فكره خط الهجوم وخط الدفاع ومدى قوتهم. يعني هتلاقي الاسماعيلي مسجل 15 هدف داخل فيه 20، الجونه مسجل 14 داخل فيه 23. ارقام صعبه، يعني ارقام بالنسبه تحديدا لخط الدفاع وقوته مش طبيعي ان انت فرقه زي الاسماعيلي يكون داخل فيها 20 هدف في الدور الاول. نفس القصه الجونه 23 هدف، رقم كبير قوي. بتشوف ازاي الاثنين مديرين فنيين يشتغلوا على الجزئيه دي؟ هو يعني الارقام بتدل على المركز اللي موجودين فيه الفريقين، وان كان مش مقبول للنادي الاسماعيلي يعني لا هذا المركز ولا هذه الاحصائيه الحقيقه، يعني سواء دفاعيه او هجوميه. لو اتكلمنا على الجزء الدفاعي حتى للفريقين مش الاسماعيلي بس، فضعيف جدا، وده نتيجه زي ما قلنا التغيير المستمر في مجموعه اللعيبه اللي قدام، المهاجم اللي والثلاثه اللي من تحته. هنلاقي حتى في التشكيلات سواء الاسماعيلي او الجونه في تغيير مستمر، وده يدل على عدم الثبات على مجموعه متجانسه، وده بيأثر على ادائهم داخل الملعب. الحاجه الثانيه فيما يخص الاسماعيلي زي ما قلنا، وده وجهه نظري، يعني ما عندهمش مهاجم صندوق بالمعنى. يعني شفنا تغيير كتير جدا لدرجه ان محمد الشامي كان بيلعب مهاجم، صح، وهو لا يملك مقومات المهاجم من حيث الطول وإيجاد ضربات الراس، القوة البدنية. هو بيملك سرعة الحقيقة، وبالتالي لما بيتحرك من تحت بيبقى أخطر بمراحل. يعني ده فيما يخص النادي الإسماعيلي، وبالتالي تأثيره مباشر على أداء المهاجمين. نفس الحال يعني أنت لما تبقى مهاجم وما بتسجلش في فترات طويلة، ده بيبقى على حساب الجزء الدفاعي. الجزء الدفاعي بيصمد ونفسيا بيعلى طول ما المهاجم بيسجل. طول ما انت مش بتسجل فانت عرضه لاستقبال هدف في اي لحظه، وده شيء يعني احنا نحس بيه كلاعيبه او كنا مدافعين. لما المهاجم بتاعي ما بيجيبش او بيضيع او مش قادر يوصل، انا نفسيا بتاثر، وبالتالي ممكن اغلط ويخش فيا اهداف. فانا شايف هو يعني الكلام اللي قلناه في البدايه ان الفرقتين الحقيقه مفيش اتزان موجود عندهم داخل الملعب نتيجه تغيير مدربين او طرق لعب او نقص في اللاعبين في بعض المراكز او تدريبات التخصصيه، انا اعتقد مش موجوده في الفريقين. ايه معنى التدريبات التخصصيه؟ انا كمهاجم بضيع اهداف كتير او ما بوصلش، ففي تدريبه طول الاسبوع الوحده كامله بشتغل على يعني الامور اللي بيمر بيها المهاجم داخل الصندوق من خلال مواقف المباراه، من صحيح. خلال الحركه فعودوا عليه اشتغل عليه. ده تدريبه بتبقى كل اسبوع، او في الناحيه الدفاعيه اخطاء المدافعين او تنظيم الدفاع وهكذا.